جبنا سيدي وجبنا مكالمة، علاش ما بغاش تعرضهم؟ لماذا لم تريد عرض المكالمة اللي جرت ما بين بوعزاتي وحميد المداوي؟ لأن المكالمة اللي كاينة، لأن تفريق المكالمات مجزأ، ما فيش الكلام، كل كلام ممكن أنه يفند الادعاءات ديال بوعزاتي محيد من المكالمة. بوعزاتي تيقول لك أنا عندها جيب دبابة وعندخل السلاح وعندي رعنة، تيقول لك أنا أؤمن بالسلمية، أنا كيقول لك عندي رد الحسين مادام، وتيقول لك أنا ما كنتقصف شي واحد كنتقع في المالي. يعني شنو الكلام هذا اللي ممكن أنا نبلغه عليه؟ وسبق الحميد المداوي أنه تابع في الحسين، عفوا في مكلاس، وتابع في مدينة الدار البيضاء، تابع بوشعيب أرمين، وتابعوا الولي الأمن ديال مكلاس بالتبليغ عن تلميع على معدل كتشة. يعني أنا تصوروا معي واحد السيد وجريمة أو حادثة وقعت في مكناس، سيارة انفجرت، يعني حادث ملموس واقع كاين حاضر، شفناه كلشي، شافوا الصحافة كلهم كتبت عليه، كتبوا المهداوي، عيطوا عليه وتابعوه في الفصل 274 التبليغ عن جريمة على معدل حدوثها وإثارة الفزع. أنت جايب لي عام وكلمة من المجهول وكتقول لي بلغ، أنا بلغت على حادث شفته بعيني، شافوا كاع الصحافة، وكتقول لي لا أنت كتزعج السلطات، وعين بلغ لك على مكالمة من المجهول، شنو غتقول لي؟ يعني شنو الغاية من وراء هذا الاعتقاد؟ لحد الساعة لا في المرحلة الابتدائية ولا في المرحلة الثانوية، النيابة العامة ولا قضية التحقيق ولا المحكمة لم تأتي بأي دليل على سبب وجود حميد المداوي على الاعتقاد لحد الساعة. بغينا غير دليل، شي دليل، جيب لنا 160 واش صلح، جيب لنا هاد الكوفي شوب اللي كيملك البوعزاتي، فينا هو؟ هاد العقارات اللي عنده في المغرب فينا هو؟ سيد قاضي التحقيق تيقول لك القرار الحاله ديالو بشحال حميد المداوي، تيقول لك بوعزاتي اجير، انت كتقول لي اجير وعندو الدبابات وعيشري السلاح، سيد ما عندوش حتى باش يدير مكالمه، وتقول لي فينا هي هاد الدلائل؟ علاش حميد المداوي معتقل؟ لماذا حميد المداوي معتقل؟ ما كاين حتى شي حاجه، شحال دابا 20 جلسه في الاستماع، 91 جلسه ابتدائي، ما كاين حتى شي دليل. اللهم ان هذا منكر. كنتمناو بان الى ظلمتنا النيابه العامه او قضيه التحقيق ان القضاء الموضوعي يلصقنا ويسمع لينا، لان راه ما كاينش علاش حميد المداوي معتقل، ما كاين ما تيكون حميد المداوي مشدود صحه، هذا هو علاش مشدود حميد المداوي.